التعاون مع القطاعات الوصية على الطفولة والشباب والجمعية المماثلة التي تشتغل في مجال التخييم والترشيد والترفيه. تنمية روح التعاون والعمل الجمعوي لدى الطفولة والشباب وتربيتهم على السلوك المدني السليم وقيم المواطنة الصحيحة. تطوير التبادل والشراكة مع كافة المؤسسات العمومية والخصوصية والمنتخبة والقطاعات الوصية على الشباب والطفولة وجمعية المجتمع المدني ذات الأهداف المشتركة وطنيا ودوليا. ثانيا، العضوية في الفصل الرابع. تتكون الجمعية من أعضاء مؤسسين وشرفيين